بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي والصباحي مورنينغ رياضي. صباح مبروك باحتفالات فريق الرجاء الرياضي والجماهير ديال فريق الرجاء الرياضي بالتأهل ديال الفريق إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية من بعد مباراة كانت مشوقة بزاف أمام فريق بيراميدز المصري في اياب نصف نهائي هاد البطوله القاريه. فهنيئا لجماهير الرجاء الرياضي بهذا التاهل. التاهل ما كانش سهل، التاهل كان صعيب، لكن الامل ديال الرجاويين، الامل ديال المغاربه كاملين، فهي الان على عاتق فريق الرجاء الرياضي من اجل التتويج بلقب افريقي وقاري هذا الموسم للمغرب. وكيف العاده مشاهدينا كيحضروا معنا في هذا الصباح المحللين ديال القناه محمد ارمومن وسفيان العلودي. ارمومن صباح النور. صباح الخير خالد. صافا مزيان؟ ناشط فرحان كلشي مزيان؟ حتى مزيان. علودي صباح النور. صباح الخير خويا خالد. صافا كلشي مزيان؟ نصبحوا على الدراري صاحبي، صبحوا على الدراري فرحان. راه كلشي فرحان، كلشي فرحان، المغرب كله فرحان اليوم. صباح الخير سي خالد وسي سمير وسي محمد والجماهير المغربيه. ياك؟ وي. كلشي فرحان، كلشي ناشط. الحمد لله فريق الرجاء الرياضي فهو حافظ على الامل ديال المغاربه في التتويج بلقب افريقي وقاري هذا الموسم. نبداو بالماتش ديال البارح. الماتش ديال البارح كيفاش عشتوه؟ نبداو بك ارمومن، كيفاش عشتي الماتش ديال البارح؟ ماتش كان صعيب ما كان سهل. اول حاجه الناس فرحانين، وكانوا فرحه في الحدود ديالها، لان تاهلت الناس في النهائي، وبالنسبه لي شي عادي فريق الرجاء اللي وصل للنهائي ووصلنا نص نهائي ديال الشامبيونز ليغ، انه فريق كبير. الناس فرحان على المباراه وفرحان على التاهل وفرحان يشوف انهم كما تنقول الفرحه الكبيره، الفرحه الكبيره تكون في النهائي وي وي تتويج باللقب. الجمهور ديال الرجاء كما تنقولوا جمهور اللي تيفرح بالالقاب، اللي تيفرح باش ياخذ فريق ديال واحد الالقاب اللي كبيره ودوزوا بزاف ديال الالقاب. تنظن بان هذه الفرحه في الوقت ديالها فاش تسالي النهار، تنظن بان الجمهور غيتكونسونطي على المباراه النهائيه، لا الجمهور لا اللاعبين. اول حاجه تنقولوا هنيئا للاعبين لانهم قدموا واحد المقابله قتاليه. بزاف الناس تنظن اللي تيعرفوا القيمه ديال المباريات، المباريات تيتلعبوا تيتربحوا ما تيتلعبوش، لان ما تقدرش ديرهم بجوج. الا كانوا بجوج داك تكون كما تنقولوا حاجات اللي تكونوا المرات تكونوا معدودين على الاصابع. الا بغيت تحسب مباريات ديال نصف النهائي ولا النهائي تيكون فيهم الكره، يعني ديما تكون النتيجه اهم. تنظن اللاعبين تقاتلوا تضاربوا بقاو مشبشين بالامال حتى الدقائق الاخيره. ومن الطبيعي الحال ديما تنقولوا بان الحارس يكون هو نصف الفريق. البارح تاكد بانه نصف الفريق والاكثر، لانه التدخلات ديالو في ضربات الجزاء، بلا ما نقولوا في المباراه نقولوا الاهم هو في ضربات الجزاء. حارس اللي كما تنقولوا بقى تيق في نفسه، بقى تيق في الامكانيات ديالو، رجع الرجاء جوج مرات في 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 ضربات الجزاء، بقى مكونسونطري. الضربه الاخيره ضربه الجزاء الاخيره تذكرك في المباراه ديال مازامبي، هي نفس الطريقه باش حيد باش حيد ضربه الجزاء. نظن بانه ما عندوش مشكل، هو سنيش ما عندوش مشكل برجلو، انه تيبان لك في 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 بوطو مكونسونطري، تيبان لك باش الضربه الاخيره تشوف انه ما تيشوفش الكره اكثر ما تيشوف في اللاعب، يعني تيكون مكونسونطر على الكره بزاف. تنقول مبروك جمهور الرجاء البيضاوي، اللاعبين تا هما عارفين، مسؤولين، المدرب عارفين القيمه ديال المباراه. ولكن تنظن ان فاش تسالي اليوم الرجاء عنده واحد المباراه اللي قادمه تيستعدوا لها، لان فاش تكون واحد الفريق اللي كبير وكما تنقولوا مولف على الالقاب مولف على الانجازات، تكون الفرحه كما تنقولوا في المعقول. فصار امتى تفرح؟ امتى تنسى المباراه؟ لان تطول الصفحه ديال 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 الكاف، فترجع للصفحه ديال البطوله، لان كتلعب على بزاف ديال الواجهات. تنقول مبروك للاعبين، مبروك للجمهور، مبروك للشعب المغربي والرياضيين المغاربه، لان الحمد لله واحد الفريق داز المباراه النهائيه كما تنقولوا حقق الحلم ديال الجمهور ديالو وديال ديال الجمهور المغربي. لاعبين اللي شباب اللي شفنا البارح، زريده، سكحان، الوردي، صحيح، رحيمي، لاعبين اللي مذكور، لاعبين اللي شباب، ما لاعبين ديال الخبره. تنظن ان الرجاء استفدت بزاف ديال الاشياء. اول حاجه هو الوصول النهائي، تصعيد لاعبين شباب اللي غيكونوا كما تنقولوا حنا اللي غياخذوا المشعل من ورا اللاعبين اللي كاينين دابا، نتمنوا انهم طول العمر ديالهم في الملاعب الرياضيه. تنظر الرجاء دابا عصفورا بحجر واحد، وبينات بان تكوين وجلب لاعبين مميزين تيعطيك فريق اللي قوي، تيعطيك تنافسيه في ارضيه الملعب. شفنا البارح زريده شحال هذه ملعب مباراه رسميه، دخل قدم مباراه كبيره، لانه ديما في التبادل ديما في المباريات
تنظن هذا هو المشروع اللي خصنا نمشيو عليه. خصنا شويه كما تنقول لاعبين عندهم شويه تجربه من طبيعي الحال اللي هزوا اللاعبين، ولكن تنظن بان المشروع ديال الرجاء نجح. اهم انك مؤهل لنهائي كاس العرب، الكاف باقي كما تنقولوا في التنافس على البطوله. تنظن بان الرجاء تنقولوا بان تتلعب على اي بطوله دخلت لها. علودي كيفاش عشتي الماتش ديال البارح؟ اول حاجه هاني الفريق الرجاء الرياضي جماهير الرجاويه في كل بقاع العالم على 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 التاهل. كما قال السي محمد التاهل ولا الفرحه ديال 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 اللاعبين والجماهير الرجاويه فهي فرحه اللي كتنتج غير على الضغط ماشي على التاهل النهائي. التاهل النهائي شيء عادي ليس بانجاز بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي ولا الجمهور ديالو. وي وي بيان سور الرجاء ديال الكبيره، الفرحه الكبيره ان شاء الله غادي تكون في البنين ان شاء الله بعد تتويج باللقب. الفرحه ديال البارح فهي جات خرجات بسبب الضغط اللي عشناه في ضربات الجزاء على المستوى التقني. غادي غندويو غندويو اكيد على الماتش. المقابله عشناها على الاعصاب ديالنا، عشناها بالجوارح ديالنا كيف ما تيقولوا، خصوصا ملي وصلنا لضربات الحظ. اكيد كانت عندنا ثقه كبيره في اللاعبين، ثقه اكبر في انس الزنيتي اللي عودنا انه في اوقات الحاسمه تتلقاه الخروج ديالو الاخير وفي اواخر المباراه ولا في اخر المباراه اللي خرج ومشى ودار لا كوفرتور على الكره ديالو. هذاك باش دريب للاعب الاول، داوي على الخروج الاول، داوي على الخروج الاول، ما داويش على داوي على الخروج الاول اللي حيدها الهدف اللي كان من الجهه من الجهه اليسرى للمرمى ديالو اللي حيدها ليه ومشى في لالين. وهذا فكاينين شي تفاصيل اللي كتحسم في المباريات ولا كتساعد في التاهل ديال المباريات. ناهيك على مجموعه من الحوايج اللي كتشوفها في رقعه الملعب ولا كتشوفها في اثناء تنفيذ ركله الجزاء، المسانده ديال اللاعبين اللي ضيعوا ركله الجزاء. كتشوف امين يانيس الحداوي، امير الحداوي. كتشوف التفاعل ديالو مع ضربات الجزاء كيفاش كيكون. كتشوف ساندور اللي فاز كلا، ساندور اللي فاز كلا تيبقى. كتشوف زريده سجل وقدم مباراه كبيره والتفاعل ديالو مع 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 ضربات الجزاء. شي حويجات اللي كيحسموا، شي حويجات كيحسموا في هذا الشيء. لان الخصم اللي كيشوف بحال ما هكاك فهو كيتزعزع كيف ما تنقولوا، كيزادوا الضغط على الضغط اللي فيه. ملي تيكون عندك حارس كبير والحارس من قيمه انس زنيتي فتقدر تحسم الامور. نعاود نقول هنيئا للفريق الرجاء الرياضي، هنيئا للشعب الخضراء كيف ما تنقولوا، هنيئا للرجاء العالمي بهذا التاهل. ان شاء الله بحول الله دابا التفكير خصو ينصب على ما تبقى من البطوله لغايه 10 في شهر 7. رساله موجهه للجنه البرمجه، ناخذوا عبره من النادي الاهلي المصري. 6 ديال المباريات مؤجله، 6 ديال المباريات مؤجله اللي مؤجله عند الاهلي باش الاهلي يتلعب في اريحيه للمنافسه الافريقيه. نتمنى ما يكونش واحد الضغط كبير على لاعبين ديال فريق الرجاء ولا الضغط كبير على الرجاء كيف موقع في نصف نهائي الرجاء والوداد بجوج، لان من اسباب اقصاء الوداد هو كثره المباريات والبرمجه. فنحاولوا نداركوا الموقف، نوفروا جميع الظروف المواتيه لفريق الرجاء باش يحرز على هذا اللقب. ونتمنى من الله، نتمنى من الله الرساله توصل باش ان البرمجه ياخذوا بعين الاعتبار ان فريق الرجاء الرياضي راه الممثل الوحيد لكره القدم الوطنيه ولحفظ ماء وجه كره القدم الوطنيه. تعودنا في السنوات الاخيره يكون عندنا لقب. وي الموسم اللي فات كانت النهضه البركانيه، الموسم اللي قبل منه كنظن كانت الوداد او الرجاء كانت شي حاجه. كان فينال اللي تظلم فيه فريق الوداد الرياضي فرادس. كانت قبل منه لاكاف ديال الرجاء، يعني تعودنا كل سنه. قبل منه كان الوداد، قبل منه كانت الوداد، الفتح، الماس. فتعودنا في السنوات الاخيره انه يكون. دابا عندنا فريق الرجاء الرياضي توفر ليه جميع الظروف
اللوجيستيكيه ولا المعنويه ولا هذه، فهذه الرجاء كفيل باش انه يديرها، ولكن على مستوى البرمجه يجب الاخذ بعين الاعتبار المكانه اللي وصلت لها، اللي وصل لها الرجاء الرياضي على الاستحقاق، ويتخذ بعين الاعتبار النهائي لانه نهائي مهم جاء في واحد الوقت اللي شويه صعيب، جاء في نهار 10 يوليو، يعني يجب التحضير لهذا المقابل بواحد 3 ايام ولا 4 ايام قبل. كنتمنى ما تكونش شي مقابله نهار 8 في الشهر، الا كانت شي مقابله نهار 8 في الشهر دونك يصعب 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 تفسير هذه القضيه. مي كنظن ان الحس الوطني غادي يغلب على جميع الحاجات اللي تقدر تكون ماشي الوتور، ماشي الوتور، مباراه وحده خصك تمشي كما تنقولوا اللياقه البدنيه تكون عندك مزيانه، لان المباراه خصك تدخل في خطط ديال المدرب، ديال واحد الخطه، لان المباراه النهائيه تنعرفوا بحال قلنا في نسني عنده واحد طريقه لعب ديالها بوحده. تنظن بان الناس ديال البرمجه حتى هما خصهم يعرفوا الجهد ديال اللاعبين، عندك الحدود ديال تقدر تشفوتها. تنتمنى ان شاء الله السنه نكملوا بالطريقه اللي قال على الودي، والسنه القادمه خصنا الا بغينا نديروا برمجه خصنا ناخذوا حتى البرمجه مع عند الكاب باش تكون واحد البرمجه اللي جيده، على الاقل الا كنت تلعب برا الميدان ديالك عندك واحد 6 ايام راحه ولا 5 ايام باش اللاعبين يرتاحوا ويسافروا. تنتمنى اذا كانت شي مباراه مأجله الرجاء ولا تلعب الرجاء قبل من 10 على الاقل تلعب قبل بواحد 4 ايام ولا 5 ايام باش تلقى واحد كما تنقولوا باش يخلوا الناس يشتغلوا بواحد الهدوء، يشتغلوا كما تنقولوا حنا براحه باش يوصلوا للمباراه النهائيه في احسن كما احسن الاحوال. بالنسبه للمباراه اللي دازت البارح بزاف الناس يقولوا الرجاء ما كانش في نهار، ما تنساش راك لعب بواحد الفريق اللي هو بيراميدز، ما عندوش الاسم الكبير راه قلتها لك في التاريخ، ما عندوش الالقاب ما عندوش، ولكن الا شفتي التشكيله ديالو التشكيله ديال اللاعبين المخضرمين ديال مصر كلهم نجوم وكلهم مبالغ كبيره اللي في مصر، لا هضرنا على الاريا دروا في منتخب كان في المنتخب ديال مصر والكابتن احمد فتحي، القى الدفاع كله كان في المنتخب، في الدفاع كله كان في المنتخب، الحارس اريا رقوش من احسن اللاعبين، وسط الميدان شتي شكون اللي فيه، في لاطاك شكون اللي فيها، يعني الرجاء لعب ضد واحد الفريق اللي كله نجوم للاسماء ديالهم الكبيره، عندهم واحد التجربه خصك تعرف تجيريهم، ما تقدرش تلعب الكل الكل. ما كانش الرجاء في الطوب ديالو، ما تنساش راه نصف النهائي وصفر لصفر، هذيك الصفر لصفر عطاتك واحد كما تنقولوا واحد المباراه بياج، ما تقدرش تهجم الكل الكل، والفريق الخصم حتى هو ما غيهجمش الكل الكل، غيلعب على المرتدات، تبقى يشجع لك هدف، غيصعب لك المأمورية، يعني خصك تهجم بواحد كما تنقولوا تهجم واحد الاقتصاد اللي كبير، ضروري خصك تخلي واحد الناس اللي ورا ظهرك اللي تيحضيو من وسط الميدان مدافعين، ما خصكش تصعد بزاف، ان في اي وقيته دير اي حاجه وتجعلك هدف، مشيتي تسجل هدف انت ويجعلك هدف، تنظن بان المباراه غتصعب عليك عاوتاني. خصك تعرف خصك تعرف تجي الامور، تعرف كي داز ذاك المباراه، ماشي لعب واحد الفريق اللي صغير وسهل، الرجاء عند القيمه ديالها كبيره في افريقيا، ولكن تنظن في المباريات تسول اي واحد من هنا وسول على الودي وسول الناس اللي معنا هنا وسول الناس اللي برا، تقول لهم هذه المباراه بغيتي تلعب ولا تربح، كلشي غادي نقول بغيت تربح. الحمد لله كما تنقولوا كان واحد السيناريو هيتشكوكي في هذه المباراه، هذه ديال المباراه مشات لك وعاود رجعات مشات عاود رجعات، هذه تبين لك بان كما تنقولوا الجروب والاخلاص اللي كاين في الجروب والصداقه، وما كاينش بزاف ديال الحوايج تكون كما تنقولوا تكون الصفا، فهمتيني، تيبان لك هادشي راه ربي تيوقف معاك. تنظن بان المباراه مشات عاودت رجعات، ضربه جزاء الاخيره كي ضاعت رجعتي للمباراه جوج مرات. تنظن بان المجموعه والثقه في اللاعبين هي اللي لقات اللاعبين هي اللي عطات الانتصار هذا، تاهل اللي كان بالنسبه لي انا تاهل تاريخي، ماشي تاريخي لان الرجاء، ولكن تاريخي لان الرجاء من هزمات مباراه فهاد الكاف هذا. كانت هزيمه في الماتش التمهيدي مع اتحاد المنستير مباراه 1-0، ولكن كان تاهل تنقول لكم امام لسعاد الشاب، تنظن بان هذه ما تشجعش عليك بزاف، لسعاد الشاب عنده قصه خاصه وما تسجلش عليك بزاف ديال الاهداف، من اقوى الدفاعات اللي كاينه في البطوله ديال الكاف، اقوى دفاع، تنظن تختمها ان شاء الله بالفوز به. تنظن بان اللقب غتكون حلاوه اخرى، لان الرجاء كما تنقولوا تتصوب واحد الفريق اللي دابا تنشوفوا لاعبين اللي بداو يقولوا الكلمه ديالهم، ومع هذا اللقب هذا ياخذوا واحد جيم واحد الثقه اللي كبيره. اول سنه عندك مع الفريق الاول ولا السنه الثانيه عندك مع الفريق الاول تدي بطوله وتعاود تدي الكاب، تنظن بانه
تاخذ واحد التجربه اللي كبيره، تاخذ الخبره، تاخذ المشعل من عند اللاعبين اللي سبقوك وتتكمل حتى في المشوار. نمشيو دائما مع التعاليق ديالكم مشاهدينا، فبامكانكم المشاركه معنا في هذا المباشر من خلال التعاليق وكذلك من خلال الاتصال بالرقم الظاهر على الشاشه. عادل كيقول حد موفق للرجاء العالمي، امي يا قطره كتقول الكاس رجويه، يوسف كازا كيقول نهائي كاس الكونفدراليه اقوى من نهائي دوري الابطال، محمد سقيم تحيه للناس الكاره كيوجه لك التحيه علوي، تحيه كبيره عليه. عزيز بن عبيده كيقول ديما الرجاء، نبقاو ديما في الجو ديال طلعتي بيسكواع، نبقاو ديما ونكونوا ديما ياك، طلعتي من ديما جيتي لديما. ودابا راه كلشي كيقول ديما راس، كلشي فرحان، كلشي ناس، نبقاو ديما مع الاجواء ديال الماتش ديال البارح. شفنا سيناريو هيتشكو كيف هذا الماتش هذا، باش ندخلوا اكثر في الاطوار ديال الماتش. الماتش البارح ديال الجوله الاولى من الماتش، الرجاء ما قدرش يوصل للمرمى ديال بيراميدز. شوف الرجاء وبيراميدز لعبوا اربعه ديال المباريات، وي اربعه ديال المباريات، 8 ديال الاشواط. احسن شوط لعباته بيراميدز، شوط لعباته بيراميدز في هاد 8 ديال الاشواط هو الشوط الاول من المباراه ديال الامس. واسوء شوط لعباته الرجاء هاد الثمانية ديال 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 الأشواط ولا في هاد ربعة الماتشات هو الشوط الأول اللي لعباته الرجاء البارح ضد يوم أمس ضد بيراميدز. من ما نقولش من أسوأ، وإنما تقنيا أضعف مباراة لعباتها الرجاء البارح على المستوى الإفريقي، بغينا ولا كرهنا. شوف بغينا ولا كرهنا، المشكل اللي طاحت فيه الوداد في المباراة ديال كايزر شيفز هو المشكل اللي طاحت فيه الرجاء البارح. تي كتحس شيئا ما بالعياء عن بعض اللاعبين، مالونغو، رحيمي، الأظهرة شيئا ما بان عليهم العياء البارح. الحفيظي حتى هو التوقف ديالو كنظن الإصابة كانت بقى عنده ألم، بقى مأثر عليه. داكشي علاش هضرت على البرمجة في البدايه ديال الحلقه، لان يصعب باش نكونوا واضحين، يصعب مسايره هذا الايقاع هذا، وسيرتو في اخر الموسم صعيب. بالرجوع للمقابله، بيراميدز البارح لعبوا تقريبا خطه دفاعيه محضه، ان فوا كتضيع الكره كيرجعوا تيوقفوا وما تيخليوش الاظهره ديال الرجاء يلعبوا في خاطرهم، بغاو يخليو الاظهره ديال الرجاء يبقاو بعاد، على يعزلوا الاظهره على 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 الهبطي وعلى 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 سفيان الرحيمي. اذا لاحظتي البارح الهبطي ولا سفيان الرحيمي ولا مالونغو ان فوا تياخذوا الكره تيرتكبوا الاخطاء ضدهم. وي ما نخليهش ياخذ الكره في اريحيه. الحفيظي البارح الا خلوه ياخذ الكره كياخذها في نفس الملعب ديالو، في نصف الملعب ديال فريق بيراميدز، الا هو تيكون عليه ضغط واحد جوج ثلاثه ديال اللاعبين. الا لاحظتي البارح في الشوط الاول، خصوصا في الشوط الاول وفي بدايه الشوط الثاني، ان فوا تياخذ الكره سواء الحداد سواء 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 الهدهودي تيخليهم يلعبوا، الحداد ولا الهدهودي تيخليهم يلعبوا. ملي كيعطي تمريره لعند سكحال ولا لعند مذكور، الاظهره كيطلعوا كيديروا لهم بريسينغ الفوق، ما يخليهمش يلعبوا على خاطرهم. علاش؟ باش يوبليجيو فريق الرجاء الرياضي يلعبوا الكره الطويله. مالونغو ما لا يوجد اللعب بالراس في الكره الطويله، الكرات الهوائيه ما كيعرفش يطلع يدير يديفي، ولكن كيعرف يوقف الكره. حاجه صراحه رغم التاهل وحاجه ما مفهوماش، كنتمنى من حاجه ما مفهوماش حاجه ما مفهوماش وكنتمنى ما نشوفهاش، بلاش نبقاو مع هذا الحال اللي ما مفهوماش، وكنتمنى ما نشوفهاش. ما عرفتش واش الناس لاحظوها او ما لاحظوهاش. الا رجعتي للدقيقه 80، دقيقه 83، 84، 85، كيف كيشد الكره سند الورفلي ولا كيشدها الهدهودي، كنسمع برا لسعد الشابي كيقول طول، تيقول كلمه طول، لعب طويل، طول، ما استفدناش من الكره الطويله. الخطا اللي طاحوا فيه الوداد مع بيراميدز طحنا فيه البارح مع كايزر شيفز، طحنا فيه البارح مع بيراميدز، اننا كنلعبوا الكره الطويله. الكره الطويله ماشي مصلحتنا، ماشي مصلحتنا. قول لي شي كره طويله خديناها البارح، تلعبت كره طويله وخديناها، والامل ما خديناش بزاف ديال
والدوزيام بالو ما كناخذوهاش ست دقائق الاخرى خمس دقائق ما خداش رازا بزاف زريده والوردي طايحين عند المدافعين باش ياخذوا الكره ويخرجوها. انت ملي كتلعب الكره الطويله ما كيعرفش يلعب براسو في الكره الهوائيه، ما كيعرفش يطلع يديفي البالون، ما كيعرفش يطلع. دونك الكره ملي كترجع كتلقى اللاعب الافريقي ديال بيراميدز ولا عبد الله السعيد. دابا راه فرق بين ضربت ماركي، حيت كاين لاعب اللي يعرف يطلع يماركي بالراس مع لونغو من اللاعب المعريف سونتراجات اللي شفنا جوجات الكره ديال القائم جوجات بعيد كاع هذيك كما تنقولوا توحد ما تيو قدام ديفياسو عنده واحد الخبره اخرى وواحد طريقه اللعب اخرى، حيت كاين لاعب يعرف يلعب براسو يعرف يلعب على فريق يلعب معاك برجلو يتهز وديفياك انت غادي يعطيها لك بحال باس في الكولوار يخرجك. مالونغو تيطلع ياخذها بصدره قليل باش يطلع، يقدر ديفياك بحال هكا ديريكت عنده يعطيك بالراس، ولكن باش تطلع تابوي يعني ديفياسو اللي صعيبه عنده شويه واللي كان انا بالنسبه قبل ما نكملوا على الشيء قال الحاجه اللي كان ضعيفه في المباراه اللي هو الحكم ما خلاش الماتش يمشي بواحد الريتم، كان تيهرس ملاحظه حتى من المصريين كان تيهرس بزاف وصفر بزاف، حتى المصريين كانوا كيحتجوا بزاف في الماتش بزاف لانه كيطيحوا بزاف لا هما تيغوتوا بزاف وتيطيحوا مشى معاهم هذاك الشيء ديالهم ملي تلعب في الميدان ديالك هذاك الشيء ديالهم غير هو جايك بالحاجه ملي كنقولوا على الكره الطويله راه الكره الطويله انت كتقلب هما اش كانوا كيقلبوا على مالونغو يطيحوها المالونغو سوا في رجلو سوا في صدرو، ولكن حتى المدرب ديال الارجنتيني ديال بيراميدز مع احتراماتي كان ذكي شوف كان ذكي لواحد الدرجه ما تتصورش كان ذكي، كان واحد من اللاعبين ديال الارتكاز ديال وسط الميدان ملي تياخذوا اللاعبين ديال الرجاء الكره خصوصا المدافعين كان تيخليهم يلعبوا الكره طويله. ملي كتلعب عند مذكور ولا عند سكحال ولا كتلعب عند الوردي ولا عند زريده فكيطلع البريسينغ، يا اما كيطلع داك عبد الله السعيدي ديال البريسينغ يا اما الدراري ديال الاجنحه كيطلعوا يديروا البريسينغ باش ما يخليوش الكره تلعب في الجناب. ملي كتلعب كاع الخطوره اللي دارت الرجاء البارح كانت من الاطراف ملي كتلعب ديك الكره الطويله كاينين ثلاثه ديال المدافعين، واحد كيبقى مع مالونغو، جوج تيغطيو وراه، ووسط الميدان الارتكاز اللي كان عندهم اش كيدير؟ كيطيح كيقرب عند مالونغو، علاش؟ باش انت ما تعطيهش ليه في صدرو، انت باش تعطي باس طويله لعند مالونغو خصك تهزها على بحال مثلا على ارمومن باش نعطيها لك انت خصني نهزها على ارمومن، الا هزيتها على ارمومن كثر كنولي ندخلك في لو جو ايريان في الكرات الهوائيه، ومالونغو ضعيف في الكرات الهوائيه، ما خداتها كره البارح في الكرات الهوائيه. داكشي علاش خلى هادشي خلى مالونغو يخرج من المباراه. ملي دخلونا لهاد لو جو هذا وملي دخلنا معاهم لهاد السيستم دو جو ولا هاد الطريقه اللعب اللي هما باغين ولات النرفزه كثيره ولو اخطاء كثيره وليتي كتدخل في اي ديال معاهم كيبداو يغوتوا الحكم باقي ما كيدورش كيسمع الغوت تيصفر ضربه خطا جات الصفره الاولى الصفره الثانيه الصفره الثالثه مع نهايه الشوط الاول اربعه ديال الكروت صفراء رحيمي مالونغو الوردي والحداد اربعه ديال الكروت دخلنا في نرفزه مع الحكم ما بقيناش لاعبين مع بيراميد ولينا لاعبين ضد الحكم اللي ولينا لاعبين ضده والحكم كيتعامل معك بهدوء كيعطيك صفره يعطيك صفره يعطيك صفره وحتى اللاعبين ديال الرجاء كانوا غينساقوا مور هادشي لولا التجربه شوف مع احترامات شوف باش نكونوا واضحين ماشي مساله التجربه لولا نهايه الشوط الاول حبسات هادشي كنظن ملي دخلوا دابا تقدروا تاكدوا مع اللاعبين كنظن ان لسعد الشابي راه هضر معاهم في هذه النقطه هذه لانهم راهم في اواخر الشوط الاول راه خرجوا من المقابله بدات معاهم ولات اي حاجه الحكم اي حاجه ولات النرفزه علاش؟ لان واش كان كيحسب لهم بلي بيراميد غادا تكون بنفس الشكل اللي كانت على المباريات ديال المجموعات وحنا هضرنا على هادشي قلنا غيكون خطا كبير الى شافوا فيها هذيك الشوبه هذيك صحيح قلنا بلي راه بيراميد راه غادي يجيو وغادي يرجعوا للور يعني كان خص يكون شويه الصبر ونصبروا بشويه علينا و 0-0 راه حنا ما تقصيناش 0-0 راه حنا باقيين في اطوار المقابله نحاولوا نحتفظوا على الكره اكثر نجريهم اكثر باش يعيوا اكثر دخلنا معاهم في لو جو ايريان دخلنا معاهم في الدويال دخلنا معاهم
في النرفازا ديال 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 الحكام. حنا ملي كنشوفو هما تيغوتو هما دايرين بحال ما هكا، هما هذيك الخطه ديالهم باش يدخلوك حتى في هذاك الجو، يخرجوك من الجو ديال الماتش ديال الماتش. حتى التدخلات ديالهم كانت شويه عنيفه، حيت هما ما كيلعبوش غير الكره، كيلعبوا شويه حوايج اخرين. بسيطه، شوف ملي كتوصل للمرحله ديال نصف النهائي اللي في مرحله حرب كيولي الخبز، كيولي الخبز يجوز كل شيء في سبيل المرور الى 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 النهائي. ما تنساش باللي انت راك لاعب ضد بيراميد، ولكن بيراميد ضد من لعبه ضد الرجاء. ضد الرجاء، شو كيفاش قلتي انت؟ وي هذا هو الواقع. فهمتي شنو بغيت نقول؟ يعني انت ما غتقلبش على الخبز، انت غتقلب تلعب على المهارات ديالك ودير، ولكن هو غادي يقلب يلعب على 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 الخبز شيء عادي على الامكان. ان اللاعبين اللي عندهم لاعبين لعبوا على اعلى مستويات، لاعبين الاهلي الزمالك المنتخب المصري، عندهم هذه البطوله، هي بقى عندهم انا البطوله المصريه، لان البطوله المصريه مشات لهم اكثر. البطوله المصريه صعيب فين انك تاخذها، كاينين جوج اللي كيلعبوا لها، صعيب بزاف انك تاخذها على الاهلي والزمالك. المباراه تقنيا ما كانتش فيها بزاف ديال الحويجات، لان كما قال سي محمد ما كاينش تكون فيها مباراه نصف نهائيه، هذه اي فريق ما تيبغيش ينهزها، وبالذات دابا البيراميدز نقدروا عنده بزاف ديال الحظوظ. الرجاء عنده حظ واحد، يتربح تفوز خصك تربح. الا مشيتي تشجع لك هدف خصك تربح بجوج لواحد، واحد واحد ما غيدوزكش، جوج جوج ما غدوزكش، يعني ما خشش عليك الهدف قد ما تشجع لك الهدف تتصعب. يعني خصك تلعب واحد النهج اللي كما تنقولوا متساوي، نهجم ونفس الوقت تنحضي الظهر ديالي. هذا الشيء اللي ما خلاكش انك تلعب الكل الكل، وما تلعبش ديك المهارات الكبيره ديالك. هذا الشيء اللي خلى اللاعبين متخوفين، لان كيفاش تخوف انا يجي لك واحد الهدف. شفنا حتى التغيير اللي دار المدرب فاش خدا في الشوطين، فاش دخل الولف الليغ خرج الحداد لانه عنده بطاقه صفراء وخاف لا ياخذ صفراء اخرى. يعني تيبان لك ان المدرب خايف، عارف لاعبين الفرقه على الكونتر اتاك، وما عندهم واحد اللاعبين اللي مهاريين في الهجوم، اللي ما تقدرش كما تنقولوا تنساهم ولا تخليه يدير ماركاج واحد ان كونتر ا، لانها صعيبه دير معهم واحد، لانه لاعب تعب يختارك وتعرف يراوغ. تنقول لك بان المباراه بالنسبه لي انا عاديه، الراجل لعب بدري الريتم هذا، لان الخوف اكثر تيخليك تنقص بزاف ديال الاشياء اللي باغي تدوز ارضيه الملعب. صحيح، ما تقدرش تهجم 100%، ديما خصك تهجم باقل عدد من المهاجمين، لانك ما تقدرش تهجم تقريبا بواحد العدد اللي كبير، لانك خصك تبقى كما تنقولوا تحمي الدوزيام بالو اللي غترجع ورا ضايع الهجمه ديالك. كما قلنا مانونغوم كاين ذاك النهار الكبير ديالو، انهم بطبيعه الحال غيكون عليه واحد الماركاج اللي داروا لي ماركاج اللي كبير، لانه داروا واحد ماركاج زون، ما كاينش ماركاج مع واحد مع واحد بكثر ما داير لي ماركاج زون، يعني مخلينهم وسطهم اي واحد تيكون قريب ليه تياخذ واحد قدام واحد ورا، ما الا درتي كونترول ماشي في البلاصه تياخذوا لك. هذا هو علاش بان مانونغو ضعيف. نفس الشيء راه يميت هو ديال اللي عارفينو الاختراقات ديالو ما تيتلاحوش معاه، وديما تيبقى واحد معاه واحد ورا ظهرو. يعني اربعه المباريات اللي لعبتي معاهم ولا خمسه، وهذه السادسه تيبان لك بان الثامن انا خمسه هذه السادسه الشوط الثامن هذا اللي لعبتي، يعني تيبان لك بان اي حاجه عندك كتحسبهم بالاصوات. يعني لان كل شوط بوحدو، يعني اي شوط اللاعبين وشوط المدربين. صح، القوه كاع اللي عندك تنعرفوها، نقدر ما عرفهاش الماتش الاول، ما عرفهاش الماتش الثاني، نعرف الماتش الثالث، راه نعرف القوه 100% ديالك. انا بالنسبه ليا امبارح زريده قدم واحد المباراه كبيره، لانه كان الوردي تاهو في وسط الميدان، قدموا وسط الميدان كلهم قدموا واحد المباراه كبيره. ما تلقاش احسن من هذا الشيء اللي وقع دابا، هو التاهل. ما نقدرش نقول المدرب ما لعبش بواحد الخطه هجوميه 100%، ما نقدرش اللاعب في نهارهم، ان الله يحسن العوام باش تكون ديك المباراه ما تبغيش تخسر الكره، ما تبغيش يجي منك واحد الخطا اللي يسبب لك ضربه في هدف ضد المدرب. الخصم تيخسر لك اللعب، عرفتي علاش؟ الخصم تيخسر لك اللعب لانه خصو يسجل هدف، قد ما انا تنقلب واحد الهدف كيما بغى يجي هذاك الهدف غنخسر لك اللعب، انا غنخسر الحسابات كامله. غنخسر الحسابات كامله. علاش قلنا بان هذه المباراه تتربح ما تتلعبش؟ الريتم ما كانش ريتم اللي طالع بزاف، الكره محاصره ولكن في وسط الميدان، حتى داك الشيء كله الناش التكتيكي اللي دار المدرب ديال بيراميدز واللي دار الرجاء يخليك تشوف داك الريتم بهذيك الطريقه، وغتشوف واحد التتاقل في السرعه ديال الكره، لانك ما تلقاش بزاف ديال السباس فين طلبها، لان بيراميدز تيجي لك واحد البلوك في نص الملعب وتخرج الاجنحه تيمشي لك واحد البلوك، يعني ما تلقاش مساحات فين غتلعب. عارفين القوه حنا ديال رحيمي هي الاختراقات
وتيبغي واحد المساحات ورا الظهر ما خلاوهاش البلوك كان قريب للمرمى باش محبسيش الاختراق ديالو اللي حنا نعرفوا على الرحيمي. يعني المباراه اللي كانت صعيبه كانت تكتيكمون قويه بزاف. واحد المدرب اللي عنده الفرصه الاخيره ديالو ديال بيراميد المصير ديالو مصير ديالو مصير ديالو المباراه هذه يعني غيجي يلعب على الاقل ما ينهزمش ينهزم ضربه جزاء بضربه حظ الفريق يقول لك بانه راه لعب مباراه اللي كبيره. الرجاء تنظن بان اخذ داك الشيء اللي بغات واخا كما تنقولوا الناس كانت كتلها القلب في هذه المباراه هذه صعيبه هذا الماتش باش تفرج بها لان الماتش يمشي ورجع وتيمشي ورجع. تنظن في الاخر تنقولوا بان هارد لك وتنقولوا للفريق ديال المصري لعب واحد الفريق اللي عنده تاريخ كبير وفريق اللي عرف كما تنقولوا حنا يامن بالحظوظ ديالو. بطبيعه الحال هضرنا على المدرب على الحارس اللي قلنا بانه قدم واحد المستويات كبيره ماشي اول مره اللي غنشوفه ان شاء الله في هذا ديما هو بيراميدز. حتى بيراميدز ما يبقاش فيهم الحال حيت تخسر. شوف حتى بيراميدز ما يبقاش فيهم الحال حيت تخسر. بقى فيهم الحال على الاخفاء وكانوا باغيين يمشيوا للنهائي وهذا، لكن كما كان الحال راه ما تخسروش ضد فريق اللي صغير ولا فريق اللي غادي تخسروا ضد الرجاء امام المرشح. الا درتها حسابيه راه تندوب انه تحسن في مباريات الاليروجو لانك ربحتهم في ضربه ضعف ثلاثه ومشيتي للتيره ديالهم ربحتهم بثلاثه. يعني شاهدتي راه تعادلتي مع المباراه ديال الله ومباراه ديال الروشو راه تيبين لك بانهم راه درسوا الرجاء. هادشي كله تنهضروا عليه دابا راه هادشي كله واحد الدراسات الكبيره اللي داروا على الرجاء باش يوقفوها باش ياخذوا النتيجه ديال التعادل. هذا تيبين لك بان الحمد لله راه هو دابا الناس بزاف قريت واحد التعليق دابا وقريته حتى في مجموعه من دي بوست اللي تحطوا اللي تحطوا على 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 التغيير ديال منقومة بالحفيظي. وي ان التغيير ديال منقومة بالحفيظي ما عطاش الاكل ديالو او ما عطاش داكشي اللي كان لو بلوس كيف ما تنقولوا لا اضافه. وانما اذا سولتي سعد الشابي علاش دخلتي سميتو غيقول لك على ضربه الجزاء. يقول لك انا ما بغيتش حافظ يكون ضرب الجزاء. لا وانا باش يعني على هذيك علودي كنظن انا تنظن علاش لان ذاك الوقيته لا حد ذاك الوقت لا تلقاه هو كيسجل عادي هو راه مولف يسجل. انا قبل ما نفكر بالضربه ديالو قبل ما نفكر بالضربه الجزاء كنظن راه كنضيع جوج ديال ضربات الجزاء ومعاه هنيت مع سعد الشابي انا نقول لك انا اكثر الدخول ديال نقومه كان دفاعيا اكثر لان الوقت كما تنقول الدقائق الاخيره اللي بقات في الدقائق ما عندكش فين ترجع. ما تبغيش واحد اللاعب اللي غيكون لك هجوميا وما يدافعش بزاف. نقوم تيديرهم بجوج تيدافع ويهاجم وعنده الضربات الراسيه اللي تيمتاز بها والتسديدات وتيخترق. يعني غيديرهم بجوج يعني يقدر يدير هذاك الزياده العدديه في الهجوم ويرجع الزياده العدديه في الدفاع. عاد تنظن هو هذاك الوقيته ديالو باش يدخل كما تعطي الاضافه لوسط الميدان لان عرفنا زريده والوردي قام واحد المجهود اللي كبير خص واحد اللاعب اللي ساندهم في ذاك الوقت. تندخل انا هذاك هو الوقت المناسب لان ذاك الساعه ما بقاش ذاك اللاعب ما تبقاش تحتاج ذاك اللاعب رقم 10 اللي يعطيك الثمانيه الاخيره كثر ما تلقى ذاك اللاعب اللي ريكيبير الكره ويرجعها كما تنقولوا في الوقت المناسب ويدير لك الزياده العدديه في وسط الميدان. غنرجعوا ندويو على ضربات الجزاء وغنرجعوا ندويو على التالق ديال انس الزنيتي، ولكن قبل منا غندويو على واحد الحاجه مهمه البارح كانت في الماتش ديال الرجاء واللي تحدث عليها لسعد الشابي من بعد الماتش. فقال بلي هو فرحان وخاص الرجاء والرجاويين يفتخروا باللي في التشكيله الرسميه ديال الفريق الرجاء يوم امس في دومي فينال ديال كاس الكونفدراليه كانوا 8 ديال اللاعبين من ابناء فريق الرجاء الرياضي. وغياب جوج اللاعبين الاساسيين اللي كان ممكن يكونوا اللي هما العرجون ومتولي وكذلك الحارس محمد بوعميره حتى هو تعطي ديك الدفعه المعنويه للاعبين. كنهضروا على اللاعبين اللي كيكونوا اساسيين في المباراه اللي كان من المحتمل انهم يكونوا متواجدين في المباراه كاساسيين بغياب ديال متولي وعرجون ديال العرجون لتراكم الانذارات ومتولي ديال متولي الحاله الصحيه ديال الزوجه ديالو وتمنوا له الشفاء. كنتمنوا له الشفاء ان شاء الله وكنوجهوا تحيه لمتولي والاسره نقولوا لهم مبروك ونقولوا الله يفك وحيله على خير ان شاء الله باذن الله. فهاد الظروف الصحيه اللي عشتها مؤخرا فكان يصعب على محسن انه يكون متواجد في حتى الغياب ديالو جا مفاجئ ولكن الغياب ديال العرجون والغياب ديال وبالاخص العرجون في المباراه ديال البارح على مستوى استرجاع الكره في الهجمه المرتده ديال الفريق الخصم. فبان الدور ديال العرجون بان اكيد ان زريده قدم مباراه مثاليه وقدم مباراه كبيره. كنعرفوا على زريده ميني زكريا عبوب
الجريد طاو داك النفس ديال ديال عبوه ديال عبوه مسلوب كنشوفوا ديك 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 النفس ديال ديال ولد الفرقه كيف ما تنقولوا ولا هذاك اللي 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 ماشي كيبغي الفرقه راه ماشي كيبغي الفرقه هذاك من داك اللي عنده داك الحبات زرعات الجذور ديال ديال الشجره الدراجه كاينه عنده الرجاء ديال الاكسجين فوالا واش فهمتيني يعني دونك الغياب ديال ديال الارجون كان مؤثر وبان في المباراه ديال ديال البارح الغياب ديال محسن والخبره ديالو والتموقع ديالو والتمركز ديالو حتى هو بان هذا ما كينقصش من من القيمه ديال اللاعبين وداكشي اللي داروا نتمنوا بالمناسبه الشفاء لزكريا الهبطي نتمنوا يكون تصاب يوم الاصابه تكون طفيفه ان شاء الله ويرجع للمجموعه قضيه شرف كبير كيف ما قال نسعد الشاري ان فريق يلعب في نصف نهائي شامبيونز ليغ بثمانيه ديال 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 العناصر من ابناء ابناء الفريق ضيف عليهم اللاعبين اللي متواجدين في في كرسي الاحتياط سوبول بوطيب امير حداوي شكون اللي كان عاود في الاحتياط لاعبين ابناء شاكر هو من شاكر شاكر هو الدراجه المدرسه ديال شاكر عبد الرحيم بزاف بزاف لاعبين تبارك الله راه كليتي تقريبا في واحد 90% ديال ديال الفريق ولا 95% ديال الفريق ما هما ابناء الفريق اضافه لدوك الجوج اللي كانوا الفوق محسن والعرجون وهذه هي اهم حاجه هو الحضور ديال 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 المتولي وعرجون في الماتش هذا شنو هذا واخا هما ما غيلعبوش ولكن كانوا حاضرين شوف هذا التواجد هذا العدد الكبير من اللاعبين ابناء الفريق داخل الفريق في هذه جوج المواسم الاخيره هذا كيدل على شنو على كاين الخلل في فريق الرجاء الرياضي كاين مستقبل في فريق الرجاء الرياضي كاين اللاعبين اللي يقدروا وكاين عمل زيد عليهم عبد الله فرح لي الله لي الله نهضر عليه حتى يسالي العام عبد الله فرح علودي جاي ودي انت بقى نهضر عليه حتى يبغى يقول شي حاجه علودي صغير عبد الله فرح المدرب غيعطيه فرصه لواحد اللاعب اخر تصدرنا في ايام الايام الجايه جاي شي واحد كاين الدراري بزاف اللي جايين في الطريق يعني تيبان ولكن هذا ماشي دابا والله حتى غنقطعك انا ما تقلق ولا والله حتى غنقطعك بالرب ولكن هذا الشيء كامل شنو سبابه شنو سبب هادشي كامل؟ وي علودي شنو سبب؟ ها دابا انت عجبتيني شنو سبب هادشي كامل؟ اللي سبابه شكون اللي كيتريني بهاد الوليدات هادو في مراحل سنيه؟ شكون؟ رجاويين الله يرحم لك الوالدين هذا هو الواقع ابناء فريق الرجاء الرياضي هما اللي خدامين في الرجاء هذا الوليد هذا راه ماشي كيطلع على اساس انه طالع من من الكادي جونيور جونيور اسبوار اسبوار الفريق الاول خيلها على اساس خدمه سي سي ان ترافاي سي خدمه حاجه عاديه لان كيتخلص من نهار قوت العيش ديالو الاحتراف كيفكر ولكن بالدرجه الاولى قبل ما تكون ميتي قبل ما تكون خدمه فهذيك راها فرقتو هذيك راها دارو هذيك راها دارو وفرقتو شكون اللي كيربي فيه هادشي شكون اللي كيربي فيه هادشي كيربي فيه هادشي خباش نجاري نجاري ارمومن سي محمد سي محمد ارمومن احترم راسك سي محمد ارمومن كاين واحد السيد اللي هو بشعيب سوداء هشام بوشروان عبد الصماد عبد الواحد عبد الصماد مستودع انور بكري كاين دابا كاين انور بغدادي خوباش كاين دابا واحد اخر اللي كان قبل منهم رضوان حجري كاين دابا عبد اللطيف جريندو كان قبل منهم روسي كان قبل منهم جمال اللي والحاج نجمي كان قبل منهم المرحوم كان قبل منهم صراوين هادو سميتو اللاعبين اللي كان اللي قال لي راه اللي كيطلعوا هبطوا الدولار مشات اس بي ديالو استاذ 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 يعني جيل كيعطي الجيل راه ماشي كيعطي التوني راه ماشي كامل التوني فتحي جمال فتحي جمال سعيد صديقي سي محمد مديح على على دابا عندنا المشكل اللي كاينه بزاف الناس يقادروا عند ديال الراجل بواحد بزاف الهضره اللي دابا الراجل عندهم واحد الخيارات ديالهم بوحده تقدر تكون كوالا وما تلعبش في الراجل حيت كاين واحد الاختيارات ديال الراجل بوحده يعني واحد السيل جو ديال الراجل تكون كتعرف اول حاجه هذاك السيل تكون عندك واحد تكون عندك افكار اللي هدهودي من حالي هدهودي من حالي مهدي برافو هدهودي من حالي وتقلقوا عليا الهدهودي يعني كاين كاين واحد اللاعب ديال الراجل اللي صعيب تلقاه في واحد اخر يكون كويري يعني اول حاجه الافكار ضربه وحده الاختيار يعني الاختيار اللي تكون صعيبه حتى اللاعبين ديال الراجل تلقاهم في شكل الافكار ديالهم يعني واحد واحد الوقيته اللي صعيبه تجي لك واحد اللاعب اللي انت اللي انت ما غاديروش يعني تلعب مرتاح يعني ديرش كل الاختيارات ديال اللاعبين ديال الراجل لاعب تلعب واحد الهدوء صحيح صحيح ولكن تنقول لك هذه تهضر عليه دابا ماشي دابا وليدة الصوت وليدة اليوم راه شحال هذه
لا لا على حسب الفرقه اللي دات اللي دات اللي دات الكونفدرال الاخر تلقى واحد 6 ولا 7 ديال الدراري بواحد الايام اللي حسبتيهم اللي حسبتي في 99 شحال واحد كان الا حسبتي في اول لقب ضد الرجاء غتشوف شحال واحد كان ضد الرجاء يعني هذا الشيء عادي عند الرجاء البيضاء وكل سنه تعطيك لاعبين 3 4 تلقى في المجموع 11 هذا الشيء عادي لان هذا الشيء كما قال علودي واحد شي كما تنقولوا تيعطي جوي عاد خل ياه وكنوجهوا ليه تحيه هشام تفرج فينا كيتفرج فينا سواء كلاسي هشام تفرج الودادي ديالنا هادشي اللي غتهضر هادشي اللي غتهضر عليه دابا الناس ولا عندهم هادشي كما تنقولوا ولا عندهم عادي جمهور ديال الرجاء ان كل وقيته تشوف واحد لاعب لان شتي كشكوشه شتي مسلوب شتي علودي شتي فهمي شتي حمراوي شتي فتحي جمال يعني صديقي يعني داوي يعني الرجاء ما غيتسيش الباب ديالها جيل اخر جيل اخر كاينين شي لعابه عند شعب مبارك اللاعبين اللي جاي كبار تبارك الله اللاعبين اللي عند ارمومن لكن عند خوبات يعني الخلاف كاين زيد عليهم هذوك اللي كانوا كيتفرجوا البارح دوك اللي كانوا كيتفرجوا البارح دوك اللي كانوا البارح حتى يتفرجوا كيسجلوا شي الدعوات ديالهم كيسجلوا واش دابا فهمتي المعنى اللي بغيت نقول لك هذوك اللي كانوا كيتفرجوا شكون اللي كان قبل منهم كيتفرج هذو اللي لاعبين دابا اللي هما مذكور سحال اللاعبين اللي كان قبل منهم شكون اللي هما الرحيمي اللي كان قبل منهم شكون محسن بانو اللي هما بوطيب محسن بانو اللي كان قبل منهم شكون اللي هما فلان وفلان اللي كان قبل منهم هما ارمومان وكشكوشه وزكريا عبوب ونبي مسلوب واللي كان قبل منهم هذه البلد ديال الرجاء كذب لا حتى حتى اللي كتبغي الفرقه لا حتى هذيك الشعله ديال الالعاب الاولمبيه واحد كيعطيها والشعله ديال الرجاء لا هو كتكون واحد الفرق لان شوف ديما خصك علاش الرجاء من زمان ما تبدلاش ديك الهويه ديال الفريق لان تلقى ضروري واخا نجيب انا مثلا واحد لاعب من برا الفريق فاش يجي تتوري الطريقه ديال اللعب ها اللي كيتلعبوا حنا كيتخرجوا الان كتلقى واحد خمسه واحد سته ديال اللاعبين ولا اللي رسميين عاد تلقى اللاعب الاحتياطي تيدخلوا مره هما تيوريوك هذاك اللعب الا جيتي انت ودرت واحد اللعب اخر ما تدخلش لهم في السيستم جو ديالهم لان هذا هو السيستم جو ديالي هو بحال هكا الا جبتي واحد المدرب اللي غيلعب لك كواري طوال اول واحد غيخرج ليهم اللعابه هادو هادي اللي ما بيناش هادي اللي ما تتبانش انك ما تقدرش انت التعليمات ديال المدرب تحيدها وما تعرفش تلعبها ولكن اول واحد اللي غيوقف ليه هو الجمهور يقول لي لا هذه ماشي طريقه اللعب ديالنا احنا كيبغيو واخا نخسروا واحد الوقيته تيقول واخا نخسروا ولكن شوفوا السيت جو ديالنا وبعد المرات تيربحوا تيقول لك لا سيدي ما ربحوش حنا بهذه الطريقه يعني هذا السيت جو اللي معروفه به الرجاء ولا كما تنقولوا ولا واحد البصمه عند الجمهور ولا مبدا لا مبدا عند الجمهور ديالها ما غيقدروش يشوفوا ما يتنازلش عليه ما يقدروش يتنازلوا هو البارح نصف النهائي وتيقول لك ما شفناش الرجاء وي بزاف ما شفناش اللعب لا مبروك ربح ولكن ما شفناش اللعب ولكن تيسوق ان راه هذه المباراه حتى هما لا ولفوا على هذا الشيء علاش انه داس واحد المباراه ديال الرجاء ضد اللي داروا 4-0 ضد نصف النهائي وربع النهائي ضد شاليه في الشوط كانت الصابوتين كان الجنوب افريقيا لا الجنوب افريقيا لا لاصيك لاصيك ضد لاصيك كان الملعب كيدير وكانت المباراه اللي كبيره 2002 يعني كاين صعدت الفريق الاول ياك يعني كاين واحد كاين واحد سيسي بخطى ثابته علاش كنت صعدت الفريق الاول يا كاين واحد المباريات اللي كانوا بحال هكا مباريات اللي صعاب شفتي الكره وشتي النتائج تتوقع بزاف ولكن كاين شي مباريات اللي ما تتوقعش فيهم هما ديال البارح واحد هكا اللي ما تقدرش تلوم اللاعبين لان اللاعبين من غير نقولوا شباب ولا نقول لاعبين عندهم واحد التجربه واحد النسبه كبيره في المباراه كانت عندهم تجربه كبيره واول مره كما تنقولوا حنا غيلعبوا نصف نهائي وكاين اللاعبين اول مره غيلعبوه ولكن تنقول لك بان هذه المباراه بغات بحال هكا لان كنلعب ضد واحد اللاعبين اللي عندهم تجربه والنتيجه هي ما كاينش ما عاطيكش واحد كما تنقولوا واحد ما غتزعمش بهذاك ما خاسرش بواحد زيرو برا الملعب ديالك ولا جوج لواحد تقدر تعوض يعني انت 0-0 في اي وقت يشعل لك هما تولي خصك تسجل اهداف يعني تتلاعب وجا تفكر ولاعبين اللي بان شباب يعني الجمهور ديال الرجاء توقف هادي وهضروا على الطريقه لان ما شفناش الاداء ولكن تنظن بان المباريات كان نتائج هاد اللاعبين تاخذ خبره هما اللي ياخذوا المشعل من هنا لقدام عند اللاعبين هادو شنا اللي عجبتني انا اللي علودي قال لي غنكمل الهضره عليها ديال فرح عبد الله انه نهار اللي دخل هذيك 5 دقائق ولا 10 دقائق شتي اللاعبين كيفرحوا به كيهنئوا كيداروا معاه يعني من دابا كان المشعل ديالنا ما كاينش واحد الحقد واحد الحزن لان كلهم دازوا من ديك المرحله كلهم شافوا اللاعبين اللي قبل منهم تعاملوا معاهم بهذه الطريقه هادو حلوا لهم بيبان فتحوا لهم خلاهم يدخلوا لانك بس زوينه انت فاش تمشي للملعب وتشوف علودي هو اللي تيتريني وتيجي يسلم عليك تعرفك بانك لاعب سابق ديال الفريق تكون واحد كما تنقولوا واحد الثقافه بحال هكا اللي كاين في الرجاء في التدريب وداخل المباريات يعيروك يعيروك ويسبوك في التدريب وداخل المباريات
ولكن شي حويجات كتلقاهم فرحانين بك. شي حويجات كتلقاهم فرحانين بك وي، لان في التدريب كيعيروا كيبغيو يخرجوا منك احسن ما عندك، حيت عارفين المستوى ديالك فين 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 كاين. سي محمد فاش كان يلاه بدا، ولا عبد ربي فاش كان يلاه بدا، ولا اللاعبين فاش كانوا يلاه بداو. فملي كتكون باقي صغير كدير شي هفوات في التدريب ولا شي حاجه ولا، وكيعيرك اللي كبر منك، اللي كبر منك تيعيرك باش يصحح لك الغلط. باش علاش ملي غيعيرك ولا يعاتبك ويقول لك ها شنو كان خصك دير، كتبقى عاقل عليها. في المباريات كذلك، ولكن في الوقت ديال ملي كيسالي هذاك الشيء كيبدا يتعامل معك على اساس بلي راك خوف صغير. حيت الان انت كتحس بها، انت ديك الساعه كتحس بها، كتحس براسك وسط العائله، كتحس بالمسؤوليه ديال هذاك. علاش؟ باش انت من بعد ملي تولي انت هو الفيدر ديال الفرقه، تولي انت ملي بيلي ديال الفرقه، توجه الرساله بنفس الطريقه اللي هذاك المسؤوليه اللي راه جاي، كتحس بالمسؤوليه ديك الساعه اللي خلاك واحد النهار هذاك مسؤوليه. كتحس بديك المسؤوليه، من بعد كتولي حتى كتوجه النصيحه لهذاك الوليد بطريقتك، بطريقتك انت اللي غادي تعطي. غالب الاحيان كتكون بنفس الطريقه اللي تلقيتي بها انت، اللي تلقيتي بها انت المعلومه، فكتوصلها بنفس 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 الطريقه. وديما لا حيت هو انت شوف، اللهم في اي مهنه ديال نجار، سيكليس، مهندس، اي شيء تتعلم من الطرق هذه، اي واحد في بيتك تيعلمك. انت الحاجه اللي زوينه بانه ما تعلمكش حاجه خايبه، تعلمك حاجه اللي زوينه. راه يقدر الى بالدارجه ديال بغى يقني لك راه ما يهضرش معك، خلي الخطا يجي منك. وواحد قاعد يوم دير الكوفيرتي وسط المباراه نخويبك، لا بغيت نورقك، نورقك، عندي تجربه نعرف كنورقك، وكاين شي غيهضر معايا، ولكن لا تنوريك وتنقول لك شوف جميع نقاط القوه والضعف ديالك اللي خصك تخدم عليها. لا ماشي تخدم عليها، لا غدير وسط. شوف الكره راه عندي، تسولنا القوالب ديال التيران، حيت القوالب ديال التيران تسوى الفلوس، تسوى الفلوس والقوالب ديال التيران، نقدر نديرهم لك ونخويبك وما تبانش انا اللي درت الديفو. بالعكس هو تيقول لك راه انا ما بغيتش نخويبك، راه جيت عمرت عليك دابا باش تكون خصك هذه البلاصه، ها كيدير تيتعامل معاك. علاش؟ لانك انت غيجي واحد اخر وغتتعامل معاه. شناها في الراجه دابا، شنا مذكور دخل وقال المكانه ديالو، شوف شنا البارح فسات المباراه مشى عندك بوطيب، تنشوف بحال الاصدقاء بحال الخوت بحال كل شيء، لان هذه هي الفرقه. ان بوطيب شوف فاش جا كان واحد اللاعب شي لعب ديك البلاصه وعطاها ليه، وبقى الصديق ديالو اليومين هذا تلاقى معاه تيعاون وتسلم عليه. شنا مذكور في جال، شنا السكحان وفي جال وصلنا في الشيء، حتى هو تيتعامل بواحد الطريقه زوينه مع اللاعبين وتيرجعوا يعاونوه. زريده حتى هو الوردي مشى الله جا حتى هو لقانا في الشيء، هذا تيبين لك. رحيمه مشى الله رجع، شوف سنتين ولا سنتين شوف فين كان وشوف فين وصل. علاش؟ لانه لقى لاعبين اللي ساندوه وعطاوه بزاف ديال الاشياء اللي قدموه في اريضه الملعب. هذا الشيء علاش كنا فاش يكون واحد النسبه مئويه كبيره ديال اولاد الفرقه، فاش طلعت انت والفرقه تيعاونوك، لانهم دازوا من ديك المرحله. ما تنقولوش كيحسوا بك، ودابا واحد القضيه بزاف الناس تشوف الناس تضعوا الراس، ما تنساش بان اللاعبين اللي جاوا من برا الراجا تالقوا في الراجا اكثر من اللاعبين الفرقه. علاش؟ لان هذا الشيء اللي جاوا هادشي اللي كاين في الراجا حتى هو تعاملوا معاه بنفس الطريقه. لان اذا سولتي اي لاعب اللي جا الراجا ودخل على المجموعه، ما تلقاش شي واحد اللي خرج شي نهار وقال لك لا الراجل غير النقابه، الراجل داروا عليا. بالعكس فاش يخرج تلقى بانه تهضر معاك بواحد الطريقه اللي زوينه على الفريق، وتقول حتى اللاعبين. شوف دابا حتى اللاعبين شفنا حتى التصريحات ديال اللاعبين اللي جاوا التحقوا، ماشي هما من ابناء الراجا ولكن التحقوا بالراجا، كيشيدوا بهذاك الجو اللي كاين. شوف مالونغو، شوف مالونغو دابا كيلقى المكان ديالو، لقى الراحه ديالو، نقومه تاهو بنفس الشيء. الياس الحداد، الياس الحداد تاهو تنشوفو. الوردي لا الوردي مازال الراجا ماشي مشكل، كبيرة مكعازي تنقول اللاعبين كلهم جو. علاش؟ لان هذا جو كاين في الراجا، جو تيوقعوا المشاكل في عائله، اي عائله توقع المشاكل، اي عائله في واحد ضار مع واحد، هادشي عادي في الكره. يغوت عليا في ارض الملعب، ما رضاش شويه، رضا شويه، هذه ندخل المستودع الملابس نشوف كل شيء، نضار معاك ما نكونش نهضر معاك انا بيني وبينك الملعب، فاش ندخل تنتقاتل وتنضارب على قبلك وتضارب على قبلي، تيبان لك هذه هي القوه ديال الراجا الزاويه. ها؟ الراجا الزاويه. وهذه كلمة تيقولوها الجمهور، كلمة تنعرفوها تيقولها الجمهور، ولكن تنظر بأن الرجاء مؤسسة بالناس اللي داروها، الناس اللي أسسوها، الناس اللي داربوا عليها، تتشوف بأن إلا بغيتي تشوف بالجمهور اللي كيبغيها بطبيعة الحال، حيت الجمهور ضحى بزاف. إلا بغيتي أنت، حنا كلاعبين عشناها فاش كنا تنمشيو نتفرجوا كجمهور، ولكن فاش تكون لاعب ما تتحسش بها. إلا بغيتي تحس بها هي تكون يوم المباراة، خرج من داركم مع 11 ولا 12 نهار، المباراة ملعوبة مع الخمسة ومع الساعة، عاد تشوف الأجواء ديال المدينة كي دايرة، عاد تشوف هذا اللي غادي بموتور، هذا بطريبورتور، هذا براك هوندا، هذا على رجليه،
تيبان مسافر تيبان لك بان واحد الفريق اللي عزيز على هاد الناس هادو غادي يتفرجوا فيه وتينساو مثلا نقولوا المسافات تينساو العياء كلمه تياكوش بزاف ديال الاشياء كاين اللي تيبقى يجمع درهم درهم باش يكمل نهار حتى باش يمشي للملعب هادي تيبان لك بان انت تلعب في واحد الفرق ولا فريق اللي تنضرب على الرجاء الرجاء الوداد الجيش تيبان لك ان هاد الفرق هادو الناس يبغيهم تيضحيوا على قبلهم ما عندهمش الرباح اكثر ما عندهم ان هاد الفرقه تربح هادشي الناس اللي تشوف هاد الزاويه هادي ولكن تنظن بان الرجاء مؤسسه كبيره بالناس ديالها حسوها كاين الناس اللي ماتوا عليها كاين الناس اللي ضحاو عليها كاين الناس اللي داروا فايت على قبلها ضاربوا وما خلوا فين يسافروا يعني تيبان لك انا علاش شي الفرحه ديال البارح انا البارح كنت نتفرج نعرف البيلاتي تزقى من القهوه في الدرب نعم بيناتنا واحد الديكالاج بيناتنا عاد نعرف النتيجه من الغوات ديال الناس يعني تيبان لك بان الناس القلب ديالهم كان مع مع مع, مع الفرقه مع الحمد لله الرجاء حقا المغاربه كاملين البارح من طبيعه الحال والاهم شنو هو الاهم هو كما قلت لك انا البارح الرجاء وصلت النهائي فرحه راه قال علودي قبيله فرحه تعني بان راه هذاك الستريس اللي تعيشي وداك المباراه وداك الضغط ديال ضربات الجزاء هذيك علاش كانت ديك الفرحه لان بالنسبه لي انا الرجاء المكان ديال اول حاجه في الشامبيونز ليغ وي هذا واقع هذه هي الحقيقه ثاني حاجه الامكانيات ديال الرجاء واللاعبين وبالجمهور ديالو المكان ديالو في الشامبيونز وقعت واحد كما تنقول واحد الغلطه اللي هادشي عنده دروس عنده دروس ولكن تنظن بان فصل الانجاز بان كتوصل للبطوله ديال الكاف ولكن مش داك الانجاز الكبير اللي غنقولوا حنا بان اول حاجه هو كيبقى لقب افريقي تتويج به ولكن الجمهور ديال الرجاء شنو كيشوف كيشوف الشامبيونز ليغ لان الرجاء شوف وي حنا بعد مرة تنقولوا لشي دراري اللي تكون عندنا في الفرق تنقول لهم الرجاء الا بغيتي دير شي حاجه باش تبان نجم الكبير في الراجل اللي بقاو الناس يهضروا عليه خصك ديك كوب دي مون خصك ديك كوب دي مون ديال الانديه خصك ديه ان الشامبيونز ليغ كاينه بطولات كاينين الالقاب كاينين الفينال وصلتي الشامبيونز ليغ وصلوا الناس وداوه وصلوا خسروه وصلوا للفينال ديال 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 كاس العالم يعني الطموحات ديال الجمهور ديال الراجل ما بقاتش محدوده الطموح عنده كبير تابعت بزاف لان كل شيء شافوه كل شيء تفرجوا فيه كل شيء متشوف فيه كاع الالقاب تقريبا داوه اول فريق تيتاهل لكاس العالم الانديه في البرازيل اول فريق عربي تيوصل للنهائي ديال كاس العالم يعني الجمهور كما تنقولوا الشوفه ديالو كما تنقولوا غدا وتتزاد تنظن بان هذا لقب تيتحسب الرجاء ولكن تنظن بان حتى اللاعبين والاجيال اللي جايه خاصها دير في بالها باللي الطموحات ديال الجماهير فهي كبيره بزاف ولكن هذا وخصهم يكونوا احسن خلاف ديال احسن سلام هذه البطوله دخلتي لها خصك ديرها وحطوك الظروف في هذه الظروف تحطات في هذه البطوله هذه شاءت الاقدار خصك وخصك تجيب هذاك اللقب وان شاء الله تنتمنى بانه يجي صح لهم البين وي ونمشيو ناخذوا اتصال المشاهدين الو صباح النور صباح الخير سي خالد مرحبا سيدي من مدينه عفاك يوسف من مدينه قنيطره مرحبا مرحبا سي يوسف الصديق ديالنا في البرنامج شكرا سي مومون تحياتي سي مومون سي علودي الله يحفظك مبروك عليكم مبروك عليكم التأهل لأن صراحة التأهل ديال أعصاب البارح صراحة والله حق الله لأن اللعب ديال ماتش ديال الذهب ماشي اللعب ديال ماتش ديال الإياب كتحس باللعابة عطاو الجهد ديالهم في ماتش ديال جديدة جديدة عطاو الطوب ديالهم يعني باش تعرف العياء يعني الضغط ديال المقابله هي خلات مقابله بحال هكا مقابله شويه صعيبه لان يعني صراحه اقدى هي ان النهائي بحال النهائي كيقول لك بغيناكم حنا بغينا بغات الرجاء والله بغات الرجاء البارح عرفتي كتحس بان داك الاقصاء غادي انك تقصى وفخر كترجع يعني بحال كتحس بان داك النهائي ديال البنين كيقول لك راجعوا ان شاء الله والحمد لله الحمد لله الصراحه واخا اللعب ما كانش لعب البارح ولكن الحمد لله انا بالنسبه لي بحال قال السي المؤمن انك فاش كتكون لاعب فراجة كتعب انك على لاغرينتا وعلى الالقاب انك داخل انك لاعب مع فريق كبير لان بحال مثلا دابا الشبان اللي كيطلعوا خاصهم يطلعوا الكبار باش يلعبوا مع الفريق مع الكبار باش يعرفوا ان الرجاء مخلوق الالقاب لان الرجاء عندها جمهور جمهور عالمي يعني باش اللاعب خصو يتخلق وخصو يتبع لانه داخل فريق خاص كيلعب على الارقام هذا هو خاص اللعابه ديال الشبان يدخلوا يلعبوا مع الكبار باش يعرفوا ان راس عالمي هذاك ماشي فريق سهل
صح والله هذه ما عرفتي واحد التبويشه فاش كنت وحقا ما بغا يجيني النعس والله عرفتي النعس ما بغاش يجيني بفرحه ديال التأهل حيت صعيب كان اصعب دومي فينا منذ سنوات انا اصعب لان ديك دومي فينا ديال 2018 كان شويه ماشي بحال هذا كان صعيب بزاف لان باش كتحس انك غادي شخصي وكترجع يعني بحال كتحس انك النهائي كيقول لك بغيناك راجا بغينا راجا ما بغيناش بيان بيج بغينا راجا هذا وين كتحس بديك التبويش انك فاش كتكون رجاوي وكتعيش هذيك الاجواء ديال راجا وديك الفرحه ديال راجا وحقا كتحس التبويش خاصك تكون رجاوي باش تحس بها لان يعني صراحه ما كتبقاش جمل باش تعبر على الفرحه والله العظيم ما تلقاها صراحه هذه اصعب تاهل نعتبر اصعب تاهل في التاريخ ديال راجا اصعب تاهل كانوا نهائيات وكانوا تأهلات وكانوا شحال من الحاجة ولكن هذا بالضبط ديال البارح والله غادي انت كتحس بحق عرفتي صح والله والله غادي كاملين هذا التأهل هذا شكرا بزاف وانا يوسف ويس ما تعتبروش التأهل انجاز كيف ما قال ارمومن التأهل هو خطوة الفريق الرجاء الرياضي باش يرجع باللقب من البنان ان شاء الله لا حتى هادشي قال سي امومن حيت المذاق ديالي وكان صعيب البارح انا مكان راجاوي انا حاسب راجاوي حاسب راجاوي تحت راجاوي الله يحسن العوان صعيب اش قلت ليه علاش الجمهور ديال الرجاء فرح لان هاد المباراه كانت مباراه هي تشكوكيه كان فيها واحد التشويق حتى اخر الماتش يمشي لك وتعاود ترجع هادشي اللي خلى الجمهور يفرح بات ولكن فاش جات هذه المباراه تنظر كلشي غير حط الانجاز هذا ولا هذا التاهل اللي حطوا في واحد المكان وغيدور البطوله لان الجمهور ما غيقبلش ان غنلعب هذا اللقب بوحدو الجمهور باغي ثلاثه الالقاب اللي كاينين دابا هو هذا البطوله وكوب ضرب كاس محمد السادس للانديه الابطال نمشي وناخذوا سي يوسف وي خويا وي خويا خايد المشاركه والمداخله ديالك وتحياتي سي خايد وتحياتي سي ارمومن العلودي وكان هني الجماهير الرجاويه كامله واللعابه القدامى والاستاذ سي العلودي سي ارمومن صراحه هذا نعتبره ماشي انجاز ولكن الطريقه بالتاهل هي كتخليك انك تكون انجاز لانك باش تدخل وتخرج راه صعيبه ماشي ساهله والله خصك تكون رجاء عالمي خصك تكون عندك اللعابه ديال الكرينتا خصك تكون عندك الكرينتا تكون الكرينتا رجاويه راه صعيبه الصراحه والله وتحياتي الرجاويين كاملين وهاني انا التاهل الفينانسي وتكون وتكون لقب ثالث ان شاء الله شكرا نمشي ونشوفوا التصريحات والفرحه ديال النجوم ابناء الرجاء في هذا الفيديو هذا من بعد المباراه ديال بيراميدز والتاهل الى نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه والحمد لله ربي وفقنا وكما شافوا المقابله الذهب ما كانتش ماتش نيل وما قدرناش نسجلوا وفي الروتور ماتش صعيب والحمد لله الدراري كانوا رجال لا من ستاف تكنيك لا في ستاف ميديكال كنشكر الناس كاملين اللي وقفوا على هذه المقابله هذه وهذا الفوز كان هدي لجمهور فريق الرجاء البيضاوي والله يسهل على الجميع الجماهير اللي غائبه عن الملعب والجماهير قراب لينا ان شاء الله قريب يدخلوا وكنوعدهم ان شاء الله كيوعدكم فريدة كنوعدهم ان شاء الله وما كاين الرجاء الحمد لله كيف ما كيشوف الجميع ان المقابله ما كانتش سهله يعني كيف ما كتشوف اللاعب الخصم كان جاي باش يربح ولكن الحمد لله بلانتيات بحال قلتي ديال الزهر وفقنا الله الحمد لله والحمد لله على كل شيء وانا كنبغي نشكر ابين اسمح لي بصراحه الماتش ما كان سهل ماشي هو الخصم اللي لعبنا معاه في دور المجموعات اللي فزنا عليه على الروتور كان خصم صعيب في دور نصف النهائي لا في لالي ولا في الروتور الحمد لله كان فريق رجاء كاع مكونات نادي الرجاء وبصراحه كنحتاجوا الجمهور كنهنئهم حتى هما واخا ما حضروش كان الغياب ديالهم مؤثر وان شاء الله غنحاولوا نديروا جهدنا باش نفرحوا بهذا اللقب ان شاء الله بصراحه ما عندي باش نعاودهم دائما مولفين بالفوز بالفينالات ان شاء الله غنجيبوها المغرب بصراحه الماتش ما كان سهل الحمد لله اللعابه كانوا رجال وكان عليهم واحد الضغط كبير وتنشكر اللاعبين على المجهود ديالهم وعلى الثقه ديالهم وعلى الروح اللي بينوا وتنشكر انيس نيتي
كاع اللاعبين وخصوصي انا زنيتي اللي بسببه ان شاء الله باش دزنا، واللاعبين ما كنقص من حتى شي واحد، كلهم ولاد الناس وكلهم قلوباتهم صافيه. الحمد لله هذا الكاس هذا غادي نجيبوه ان شاء الله ونهديه للجمهور فريق رجاء. الغياب ديالك اخويا حنا في المدرجات يعني ما كرهتيش تدخل. لا لا كان عندي مشكل مع العائله والحمد لله تحل كل شيء. رسالة الجماهير مشاهدينا من بعد ما تابعنا التصريحات ديال نجوم فريق الرجاء الرياضي، الفرحه اكيد كانت باديه عليهم، فرحه التاهل الى نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه، فرحه مستحقه. وبطبيعه الحال فرحه مستحقه لان جات بواحد كما تنقول واحد المجهود الكبير. وي تنظن بان الصعوبه ديالي في ضربات الجزاء لان كما تنقولوا ضربات الجزاء اللي كانوا صعاب على 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 الرجاء لان ضيع المحاد ضربه جزاء الثانيه، وكما تنقولوا لقيت اللي رجعتي في زنيتي حبس ضربه جزاء عاود ضيعتي ضربه جزاء اللي من وراها، يعني تدخل شويه الشكل اللاعبين اللي جايين يضربوا من وراء المالونغو. تنظن هذه الصعوبه من واحد لقيتها قلنا بان المباراه صافي مشات سجل اللاعب ديال بيراميد، المباراه كما تنقولوا تخسر رجاء عاود رجعتي في المباراه عاود زقلتي عاوتاني، تنظن بان هذه اللي عطاتك هذه الفرحه الكبيره اللي عطاتك هذه البريت عند اللاعبين لانهم قالوا ان الكره بغاتنا في هذه المباراه ما حشمتناش انهم ضحاوا وتقاتلوا والحمد لله على التاهل. وتنظر بان زنيتي قال الكلمه ديالو لان ماشي اول مره هذه اللي غنهضروا عليه، لان الى هضرنا على زنيتي خصنا معك خصنا واحد الاسبوع نبداو نهضروا عليه انه رجع الفريق عده مباريات من ضربات الجزاء، البارحه عاوتاني رجعهم المرة الأولى المرة الثانية ضربات الحسم كما تنقولوا جابها بالطريقة المعهودة ديالو، أنه تيطلع لواحد الزاوية تيطلعش كلو تيبقى يشوف، هذه تبين لك بأن الحارس فاش يكون كونسونطري بالطريقة هذه تضرب تيتبع وتيبقى تابع الكرة باش تحيدها برجلك لأنها صعيبة باش تعاود ترجع لها، خصك واحد هذا الباباو فيها راه صعيب حتى في العالم قليل النادي راه لاعب حارس ديال المرمى وكيلعب برجليه وملي كيتلاح كيبقى مركز باش يقدر يجبد الكره تشوف الكره فين غاده لان صعيب بجزء اخر في جسمه برجليه ولا حط ريفلكس اللي صعيب انك تمشي وتعاود ترجع تاخذها برجل ديالك، هذا تيبين انه حارس اللي تيقرا الكره لان كاين شي حراس بعض المرات تيخسر بين كل مره تجيها تيبان لك بانه هو تيتبع الكره الا ما تبعهاش تيبان لك بان الكره تتكون في الجهه الاخرى، ولكن واحد 70% ديال القراءه ديالو تكون صحيحه ديما تلقاتي ماشي مع الكره. تنظن بانه هو نجم المباراه بدون منازع لان فاش تصل ضربه الجزاء تيبقى النجم الاول تكون هو الحارس، الحمد لله كان قد المسؤوليه وحقق شفت في التصريحات ديالو تهضرتي وكمشي هاد التاهل ما ماشي ليا انا المجموعه كامله روح الفريق روح الفريق تيبين لك بان هذه هي القوة ديال الفريق. تنقول لهم شكرا على الأداء اللي قدمتي، تنظن بأن قد ما تتقدم في السن قد ما تتقدم كما تنقولوا التجربة ديالك والخبرة ديالك كيزيد الحسم في المباريات صحيح، تنظن بأن إلا سولتي أي مدافع ولا أي مدافعين تقول لهم الحارس اللي بغيتي يبقى ورا الظهر ديالك يعطيك الطمئنان يقول لك زنيتي لأن اللاعبين ديال الدفاع تيلعبوا هما مرتاحين ومطمئنين لأنه راهم واحد الحارس اللي كبير، لأنه بعض المرات تيلعب لك ك ك ك ك كلاعب اللي ورا المدافعين ديما كنقولوا تيخرج تيدير تغطيه على المدافعين تيلعب برجلو تيبني الهجمه باليد ديالو وبالرجل ديالو، تيبان لك بانه حارس اللي متكامل وخا الكمال لله، ولكن حارس كره القدم لواحد النسبه كبيره عنده كما تنقولوا شويه ديال الكمال في اللعب ديالو
وتنتمنى ان شاء الله يكمل بهذا المستوى هذا، لانه حارس في العشر سنوات الاخيره من احسن الحراس اللي كاينين في الساحه الافريقيه. علودي سبايدر مان انس الزنيتي. انس الزنيتي ما 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 يقدرش شي واحد يناقش ولا يهضر على الامكانيات ديالو ولا المؤهلات ديالو ولا هو كشخص، لانه حنا كاملين كنعرفوا الاخلاق ديالو وكنعرفوا الجديه ديالو في التدريب وكنعرفوا الاحترافيه ديالو مع مع الفرق اللي مارس فيها منذ المغرب الفاسي الى الالتحاق ديالو في فريق الرجاء الرياضي. منذ الالتحاق ديالو في فريق الرجاء قدم مستويات كبيره، كان حاضر في المنافسات الكبيره، شفناه في مجموعه من المباريات كان رجل مقابله وساعد الرجاء على انها تنتصر في مجموعه من المقابلات. شفنا المقابله ديال مازيمبي، شفنا المقابله ديال المنستيري في الدور التمهيدي الثاني، شفناه في هذاك الدور للاشاره، فراه هو اللي قصى هو اللي قصى لسعد الشابي، هو اللي اهل سعد الشابي في نفس المنافسه النهائيه. وسعد الشابي البارح في التصريح ديالو ملي سهل الماتش الانس الزنيتي قصاني مع الاتحاد المنستيري، شفت التصريح ديالو والله ما شفت التصريح ديالو واليوم دابا جاتني ما شفتش التصريح ديالو، دابا جاتني في راسي بلي هو اللي قصاه في الدور التمهيدي اللي كانت قبل المجموعات قبل دخول المجموعات، وهو اللي اهله دابا للفينال النهائي ديال شوف الصدافه ديال الكونفدراليه، لان باش تعرف بلي الكره راه تدور، الكره كتعطي لكل واحد مشاهد كل واحد متابر. نتمناو انا زنيتي نشوفوه فيما تبقى من الموسم، وخصوصا في جوج ديال النهائيين اللي باقيين لفريق الرجاء الرياضي، انه يكون في المستوى المطلوب ان شاء الله. ويكون ودائما دائما دائما انس الحمد لله دائما تيكون في المستوى المطلوب، تيكون عند حسن ظن التطلعات ديال الجماهير ملي كتقول واحد بيلي ديال الفرقه ولا واحد مخضرم ولا واحد الخبره ديال الفرقه. هنا فين كتنفع الخبره ديال الفرقه، ملي كيدوزوا ملي كيكونوا اللاعبين الاساسيين واللاعبين الرموز ديال الفريق ولا اللاعبين النجوم ديال الفريق، ملي ما تيكونوش في نهارهم كاينين وحدين اخرين حتى هما نجوم تيهزوا الفرقه. الا لاحظتي البارح في ضياع ضربات الجزاء، شكون اللي ضيع ضربات الجزاء؟ اصحاب الخبره اللاعبين الدوليين، الوافلي اللاعبين الدوليين وبين مالون اللاعبين الدوليين اللي ضيعوا ضربات الجزاء. ممكن هذا الشيء كيوقع في كره القدم، ما تكونش في نهارك ذاك النهار، ولكن كتلقى واحد الناس اخرين كاينين وراك اللي تا هما عندهم خبره. سفيان الرحيم يسجل لك ضربه الجزاء الاولى، يخلق مجموعه من الفرص، انس الزنيتي يعتقل الفريق من هدف محقق في اواخر المباراه، في اخر الدقائق ديال المباراه، ويدخل لضربات الجزاء وكتقول صافي مشينا، وكيعاود يرجعك مشينا ويعاود يرجعك وكتقول فوالا ها انا راني كاين. دونك برافو لانس الزنيتي، برافو للمجموعه كامله، برافو للطاقم التقني فريق الرجاء الرياضي، يعني لهم التاهل هذا. سعد الشابي محمد البكاري وهشام ابو شهوان، شفت المكونات ديال الفريق كله، الطاوي الطاوي العصي المعد البدني المدرب الحراس سعيد، اصغر واحد في سعيد غاي نزل ديال مستودع الملابس، يعري امين 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 عبد الرحمن، انا عبد الرحمن تعرف حتى واحد ولا العمل كبير بزاف الناس، بويني باقي تا باقي زيدان، واحد تقول حنا زيدان في التيران تا وانا كلشي الناس كلشي الناس شعيب باقي بشعيب الاخص بشعيب ضروري مهم ياك عنصر مهم في هاد بشعيب راه كتقول لي هاد بشعيب راه كتقول لي الرجاء كي كدير كدير ياك. والبارح في ضربات الجزاء الطريقه باش ماركا بن حليب والطريقه باش ماركا زريده، الطريقه حتى باش ماركا مذكور. شوف غادي شي ضربه باش ماركا الوردي شوف ضربه الجزاء كلهم زوينين، هم يضيع قال ضرب بن حليب الثقه في النفس، ولكن لا مشى حتى الحارس كلشي غيقول لك بانه كان تيتفلى، ولكن هذيك الطريقه ديال ضربه الجزاء ضرب واحد الطريقه اللي مرتاح، هادو كل واحد وضربه الجزاء، كل واحد كيضرب ضربه الجزاء ديالو، ولكن تنظن بان احسن واحد هو تيخشيها في الشبكه، لان تتخسر في الشبكه تحسب هدف، تنظن بان الثقه باش ضرب هو باش ضرب مذكور باش ذكروا احسن حاجه. مبروك الرجاء ومبروك للجمهور ديال الرجاء والجمهور المغربي.
هادشي اللي كاين. مبروك الفريق الرجاء الرياضي ومبروك الجماهير ديال فريق الرجاء الرياضي والمغاربه كاملين هذا التتويج. عفوا ماشي تتويج ان شاء الله هذا التاهل. ان شاء الله كنتمنوا التتويج وفرحانين اليوم والله الا بنتي لي فرحان والمغاربه كاملين ناشطين. شو واحد القضيه ارموم اليوم لا ارموم اليوم دابا بغيتي تجبدنا دابا لا والله الا ناشطين. شوف دابا بغيتي تجبدنا وصافي. لا لا ما نجبدك ما والو علوت. ايوا ما نعرف. وانت قلتي لي ناشط ما حنا بغيناكم تكونوا غناشطين. الحمد لله. ماشي لا ماشي ناشطين اليوم ناشطين بزاف كاع. ياك. الحمد لله الفريق ديالنا تأهل نهائي ديال 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 الكأس منافس على على الألقاب اللي باقي مشارك فيها. نتمناو في نهاية الموسم أننا نهزوا ليكو. ليكو دابا أنت دابا أنت تتنشط. إن شاء الله. وتتنشط بأن الفرقة ديالك ديال السود. ولكن ولكن فشوف. الالقاب ما زيش الالقاب هادشي كله تنظن انه تيبقى في التاريخ. المباراه تبقى في التاريخ ولكن المباراه الاهم هو اللقب. عندك ثلاثه القاب اللاعب عليها. علاش نقولك بان اللاعبين خصهم ينساو هادشي وفكروا في الاهم اللي جاي لان دابا حنا في الخطوات الاخيره ديال البطوله ديال كوب داراب ديال يعني الفرقه ديال الفتره ديال الحصاد. وان شاء الله الفرحه تسود مكونات فريق الرجاء الرياضي لاعبين طاقم تقني وكذلك جماهير في النهائي. وفريق الرجاء الرياضي رجع بالكاس من البنين وكذلك الرجاء يتوج بكاس محمد السادس للانديه الابطال هنا بمدينه الرباط ان شاء الله ممثل كره القدم المغربيه يحوز على اللقب القاري وكذلك اللقب العربي. عموما كنشكروك على الحضور ديالك معنا هذا الصباح. شكرك سي خالد. نهارك مبروك اخويا. مبروك عساك تكمل تكمل نهارك زوين كيف ما كيف ما بديتيه من الباب. الله يحفظك. علودي كنشكروك على الحضور ديالك معنا هذا الصباح. شكرا لكم. نتلاقاو معكم غدا ان شاء الله في حلقه جديده. وانتم مشاهدينا نتلاقاو معكم في حلقه جديده يوم غد دائما صباحا والى اللقاء.